مرة تانية برحب بحضراتكم في الحياة الآن. ضيفي فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اللي كان موجود وانضم لينا فعلا على الهواء مباشرة قبل الفاصل لمتابعة خطط الوزارة للتنمية الدينية. مرة تانية برحب بحضرتك معنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. الحقيقة كنت بسأل حضرتك قبل ما نخرج لفاصل وكان صوتي مش واصل لحضرتك، هل وزارة الأوقاف النهاردة نقدر نقول إن هي مسيطرة بشكل كامل على المساجد على مستوى الجمهورية؟ نعم، وزارة الأوقاف رغم كثرة الأعداد للمساجد والزوايا فالأعداد على مستوى جمهورية مصر العربية تفوق 110 ألف مسجد، يعني ربما يكون العدد أكثر من ذلك، ولكن بعون الله وفضله تمت السيطرة على جميع هذه المساجد والزوايا على مستوى جمهورية مصر العربية. فأصدر وزير الأوقاف القرار 152 بإشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد وجميع الزوايا، وبالتالي هذا تطلب من وزارة الأوقاف أن يكون لديها عدد كبير من المفتشين، مفتشين المتابعة بالذات. فيوجد لدينا التفتيش العام بالوزارة، ثم هناك أيضا في المدريات تفتيش المتابعة وتفتيش الإدارات، بحيث كل مفتش من المفتشين يتم السيطرة على حوالي 25 مسجد فقط. فهذا العدد الضئيل من الممكن للمفتش أن يسيطر عليه. هناك أيضا متابعة من قبل ما يسمى بمأمور الضبطية القضائية. مأمور الضبطية القضائية هذا هو الذي يقوم بعمل وتحرير محضر لمن يخالف قواعد وزارة الأوقاف ويخرج على القانون، بأن يصعد إلى المنبر وليس معه تصريح من وزارة الأوقاف، أو يقوم بتوزيع مطويات في صحن المسجد، أو يقوم بإلصاق إعلانات على جدران المسجد، أو يلقي محاضرة بدون ترخيص. كل هؤلاء منوط بهؤلاء المفتشين مأموري الضبطية القضائية بعمل محاضر سريعة ويقوم بإبلاغها إلى السيد النائب العام في المكان الذي وقعت به المخالفة. وبالنسبة للجزاء الذي يوقع على هذا الذي خالف، إما بالحبس وإما بالغرامة أو بهما معا، طبقا للمخالفة التي ارتكبها هذا الذي تجرأ على مسجد من المساجد بدون أن يكون حاملا لترخيص من وزارة الأوقاف معتمد. وحضرتك شايف أن مأمور الضبط القضائي، الحمد لله كاملة تماما، حضرتك شايف أن مأمور الضبط القضائي ده شغله بهذه الطريقة وبهذه الكيفية يكفي لعمل الضبطية المناسبة في الوقت المناسب؟ هل عددهم كافي؟ هل عندهم الإمكانيات اللي تسمح لهم بالتواجد في الوقت المناسب؟ عايز أسمع من حضرتك يعني تصور واضح. هذا سؤال جميل وأحييك عليه فعلا. ففي كل منطقة من المناطق أو في كل مركز يكون هناك واحد فقط يحمل الضبطية القضائية، لكن هناك زملاء كثر موجودين في نفس المركز، فمن يعثر من المفتشين الذين لا يحملون هذه الضبطية القضائية يقوم بإبلاغ زميله على الفور، فيأتي الزميل ويقوم بتحرير المحضر. ومن الممكن أن يقوم المفتش أيضا بتحرير المحضر، لكن مأمور الضبطية القضائية يعني عنده إنجاز سريع، بمعنى أنه يتقدم إلى النائب العام مباشرة بخلاف زميله، فإنه يقوم بإبلاغ الشرطة أولا، ثم بعد ذلك تقوم الشرطة بتحويل هذا الأمر إلى النائب العام الموجود في المكان الذي وقعت به المخالفة. أما مأمور الضبطية القضائية فهو يذهب مباشرة، لأن الكارنيه هذا تابع وتم استخراجه من وزارة العدل، فيقوم بسرعة بتوصيل البلاغ إلى السيد النائب العام الموجود في المكان الذي وقعت به المخالفة، فهو إجراء سريع، فزميله بيتصل به ويأتيه على الفور ليقوم بهذه العملية. وصلت الصورة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة